هنا في محافظة القليوبية جنوب دلتا مصر، يتحرك هذا المزارع عبر الأراضي بحثاً عن أعواد البوص التي تنمو على ضفاف الترع دون رعاية من أحد. بين هذه الحشائش يجد المزارع ضالته وينتقي منها الأفضل، فيما لا يفهم زملائه من المزارعين أسباب اهتمامه بتلك الأعواد المهملة. مهمة هذا المزارع الدؤوب وغيره من المزارعين تنتهي بإرسال أعواد البوص إلى شركة إرث للناشئة التي تحاول إيجاد بدائل صديقة للبيئة. في مصنع إرثلي يعرف الجميع قيمة البوص، كما يعرفون أيضا كيف يحولون تلك النباتات المهملة على ضفاف الترع إلى منتج صديق للبيئة. في المصنع يحاول علي الزغبي إيجاد أفضل الطرق الممكنة لتحويل أعواد البوص المصري إلى شفاطات صديقة للبيئة قد تنهي مستقبلاً الاعتماد على الشفاطات البلاستيكية. الفكرة جت لشريكتي طلق في يناير 2020، وابتدت تتكلم معايا في إزاي نقدر نخلي الشاليمهات تبقى صديقة للبيئة، تبقى معمولة من البوص اللي متواجد ومتوفر في مصر. ابتدينا نبحث ازاي نقدر ننتجه ونصنعه. قعدنا فترة 5 أشهر تقريبا على بال ما وصلنا للمنتج بالطريقة اللي احنا كنا عايزينها. مراحل التصنيع بتاعتنا بتبتدي من اول مرحلة خالص، ان احنا نورد البوص من مزارع في اسماعيلية وفي المنوفية وفي جميع انحاء الجمهورية. بعديها بيخش في اول مرحلة التقطيع، دي هي اللي بتحدد مقاس اللي شالموه ان كان هو 21 سنتي او 15 سنتي. وبعديها بنخش في التخريم، عندنا كذا مقاس للتخريم علشان النبات نفسه مختلف الاحجام، بيبقى تخين شويه او رفيع شويه على حسب العود نفسه بيبقى حجمه قد ايه. فالتخريم بيتقسم على تقريبا 6 مقاسات مختلفه وبيتخرموا يوميا. بعديها بيخش في اول مرحله التعقيم اللي هي بتاعه الافران، بيخشوا في درجة عالية علشان يقتلوا البكتيريا وفي نفس الوقت يدولها نوع من الألواع الألوان، ان يديلها لون ناتشرال اكتر. بعديها بتخش في مرحلة الصنفرة، ودي من اهم المراحل اللي عندنا، ان احنا نقدر نشيل خشب الخارجي علشان نشيل الوساخة والقشرة وكل الحاجات اللي هي ما بتخليهاش شكلها شاليموه خالص. بيبقى فيه 6 شغالين عليها يوميا، ومرحلة يعني الاخيرة بعديها في الصنفرة اللي هي التيب ساندنج علشان نقدر نبري الشاليموه من فوق ومن تحت. والحقيقة بعد مرحلة الصنفرة بتخش على الجودة، بنفرز الشغل من ناحية الجودة، بنشوف في أي مشاكل في الشاليمو إن كان صالح للاستخدام أو لا. الصغير رفيع قوي، محدش عارف بعد ما يعدي من مرحلة الجودة بيخش على مرحلة الغسيل والتطهير، ودي بناخد وقت فيها علشان نضمن ان الشاليمهات تبقى متطهرة ومغسولة كويس ومتعقمة كويس علشان تخش للتغليف. الحقيقة احنا مؤخرا ابتدينا نفرز شغل بالمقاسات على حسب احتياج العميل، لو هو عايز الشاليمو يبقى رفيع قوي او تخين قوي، دي بقينا نقدر نشتغل مع العملاء نشوف هم المقاسات اللي تريحهم ايه ونقدر نولد لهم المقاس اللي هو يناسبهم.